الأسرة بقى، إن إحنا إزاي نقدر نتعامل مع مريض التوحد، مش تمام. هنقول اللي هي متلازمة سبيرجر، هنقول مريض توحد التوحد بقى، على طول. عندنا مريض توحد ممكن يبقى كبير شوية وما تعالجش مثلا. أنا عايز الناس تتعامل مع مريض التوحد يا جماعة إن هو شخص طبيعي، إن هو شخص بيحس بيشعر زيه زيك بالظبط. المشكلة إن إحنا مع المرضى دول بنبقى مفترين شوية، بنفتري عليهم شوية، يعني بنهملهم، نعتبرهم كده حاجة مش موجودة. ياكل ما ياكلش، يشرب ما يشربش، نفسحه ما يتفسحش، مش هتفرق. بفتكر ان هو بيحسش، لا بيحس واحسن منك واكتر منك وبحساس جدا. ولو تعاملت معاه كويس صدقني انت اولا انت بتراعي ربنا، ثانيا انت بتخلي الولد ده بجد تعامل يعني معاك بني ادم عادي، حتى لو طبيعي. يعني المرض شوفوا معاه بقى هنا فيديو. الاسر اللي عندها ده شوف واحد عنده واحد بس كبير، دي بنت اخوه صغيره. شوفوا اسره، الاسره المحترمه عامله ايه، بتخلي البنت تبدأ ما تخافش من عمها، تختلط بيه، هو داخل الحمام بتساعده ان هو يستحم عادي جدا. على فكره الولد على فكره شوفه اهي، وبتبدأ تأكله وتديله الاكل. الجمال في الرحمه، الرحمه بالغلابه دول، دول غلابه جدا يا انجي، غلابه. ما محتاجين نحكمهمش مننا على الرف يعني، ما ما نجيش عليهم لو نتعاملش سمحنا، ما مش عايز، احنا مش عايزين نيجي عليهم يعني، ما نبقاش احنا والزمن عليهم. دول محتاجين مننا رحمه. ما بلاقي بعض الاسر بيتعاملوا مع اولادهم المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصه، شوفوا هذا جايبين له على فكره واحد ينظفه، يعني شوفوا الاهتمام، ينظف له ودانه ويهتم بيه، الرعايه بيه واهتمام بيه، ده اللي يخليه على فكره يتحسن، ده اللي يخليه يبقى طبيعي. ما هو ما كانش كده برضه، خدوا بالكم، هو لكن الولد حالته ده اسوأ اكيد بكتير. ما ده اتحسن يعني، شوفوا الاهتمام بيه، اكله لبسه ونظافته، وان انا ادخله جوه الاسره، وان انا ما اتكسفش منه. اتكسف ليه ان انا اقول ان عندي طفل معقد؟ انا ياما شفت اسر والله انجي قافلين على اولادهم دول بيبان سنوات، يقفلوا عليهم سنين ما بيخرجوش بره. هم فاكرين كده بيحموهم، بيحموا المجتمع، لا لا بس لا طبعا ده بيضرهم جدا. مش بيحمي المجتمع، ده هو مكسوف يقول ابني عنده اعاقه. مكسوف ليه؟ والله لو وزير، لو رئيس وزراء، لو ايه؟ وانت كبير على ربنا ان ربنا يجيب لك طفل معاق؟ ده تعامل، التعامل مع بعض الاوقات بيبقى مريض التوحد بيجي له نوبات عنف، ممكن يخبط في راسه، وفي بعض الاوقات ده ممكن يؤدي الى مشاكل ارتجاج في المخ مثلا ولا حاجه. فالاسره طب بتعمل ايه بقى؟ فين الاهل؟ الاهل عاملين ايه؟ شوفوا حاطين فوق راسه ايه؟ حاجه واقيه فيها اسفنج او فيها قطن، او وايديه نفسها مربطينها بحاجات، ها؟ قطنيه، ما حاجات يقدروش طبعا يمنعوه يا دكتور، مرنه. ساعات في بعض من ضمن مشاكل التوحد انه ممكن يدخل في نوبات عنف غير مبرره، نوبات عنف سريعه جدا على نفسه كمان وعنيفه مع نفسه ومع غيره. فاحنا بنحافظ عليه من نفسه. لما يكون ابني عنده الكلام ده، شوفوا الاسره بتتعامل معاه ازاي. اوكي، والقبول للولد ده، القبول في المجتمع، دور الاسره مهم جدا يا دكتور، لان ده مريض يعني مريض بشكل تاني خالص، يعني مريض مش مرض عادي احنا ممكن نعالجه باسبرين او بدواء، لا ده مريض وبياخد نفسي فتره طبعا.